وجودكم وتغطياتكم واحتوائكم لكل نجم وفنان. هذه أكبر إضافة دائما تضيف للفنانين والممثلين. المهرجان للأمانة انتقال جذرية من السنة اللي مضت إلى السنة هذه، من ناحية التنظيم ومن ناحية التواجد ومن ناحية اختيارهم للنجوم الحاضرين في هذا المهرجان 2023. للأمانة ما يحضرني، لأن السؤال كان مباغت، فما أقدر أني أنا أذكر لك غير أنه أنا أي فيلم سعودي أكشن أتمنى أني أكون أحد أبطال هذا العمل. قرب الثقافة من الجمهور والمتلقي الخليجي عامة، كون أنه الآن السينما عندنا سعودية تحتها خطين بإذن الله حتكون متفوقة ومتصدرة، وبتنبؤ من بعض المنتجين وبعض المخرجين إن شاء الله ل 2025 حتتصدر وحيكون في توجه كامل. وأنا بالنسبة لي يم حاكيك، أنا الحمد لله لي تجارب كبيرة وكثيرة في مجال المسلسلات والبطولات في أعمال سابقة، ولكن توجهي 100% للسينما وتحديدا أكشن بإذن الله. والله الأعمال القادمة بمشيئة الرحمن ما عندي شيء أتحفظ فيه. في عندي مسلسل شرار، مسلسل بدوي، في عندي مسلسل اشتباه أكشن، في عندي مسلسل بيت الأنكبوت، وبإذن الله حيتم عرضه في شهر رمضان القادم 2024 بمشيئة الرحمن، وكل عام وانتم بخير، وبإذن الله حينال إعجاب الوطن العربي كامل كعمل كشخص. الله يخرجنا من هاك العمل.